بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. معكم صحفي هاني شمشون، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنشهد الان لحظات صعبه جدا للفنان عمرو عبد الجليل، حيث يعني يتلقى الان العزاء الخاص بشقيقه الذي توفي منذ عده ساعات وتم دفنه في مقابر الاسره. نتابع مع حضراتكم بحضور الجميع، يعني يكثف الدعاء له والجميع يعزي نفس يعزي الفنان عمرو عبد الجليل كما ترون حضراتكم من شدة حزنه على فراق أغلى الغوالي شقيقه. نتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة ب يعني العزاء اليوم، وأيضا نرصد لحضراتكم رحمة الله عليه المستشار هشام عبد الجليل ونسألكم الدعاء. الفنان عمرو عبد الجليل حضر منذ عدة لحظات إلى العزاء. الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية وعدد كبير جدا من الفنانين، وكما ترون حضراتكم الحزن يأتي في قلبه قبل يعني أعينه أو قبل ادعوا له بالرحمة والمغفرة. متابعينا الكرام، الأستاذ هشام عبد الجليل شقيق الفنان عمرو عبد الجليل رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ادعوا له ربنا يا رب يتقبله من الصالحين ويجعل مثواه الجنة. حزن شديد يعني للغاية قد حدث منذ عدة لحظات عندما يعني ودع الفنان هشام عمرو عبد الجليل ودع الفنان شقيقه الأستاذ هشام عبد الجليل إلى مسواه الأخير. من هنا متابعينا الكرام من مسجد عمر مكرم ننقل لحضراتكم التفاصيل النهائية ولحدث يعني هز كل الفنانين. الحزن يظهر في عيناه والألم يظهر بين شفتاه والجميع يذكره بالدعاء، ادعو له بالرحمة والمغفرة، ادعو له. زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام متابعي ابو كبير ميديا، الفنان عمرو عبد الجليل مش قادر يطلب طوله ودائما يعني يتلقى العزاء في وفاة شقيقه. تفاصيل هامة جدا نرصدها لحضراتكم بصوت وصورة في منصة ابو كبير ميديا ونقدمها لحضراتكم، ونسألكم دائما في كل موتى الارض نسألكم الدعاء، ادعو له بالرحمة والمغفرة، ادعو له، ادعو له، ادعو له. بدأت منذ عدة لحظات الآن متابعينا الكرام العزاء الخاص بالفنان القدير بشقيق الفنان القدير عمرو عبد الجليل، ومنذ ساعات كان الدفنة والآن يعني العزاء. نسأل حضراتكم الدعاء له ولكافة الموتى على في مصرنا وفي العالم أجمع. كما ترون مشاهدينا الكرام الفنان عمرو عبد الجليل يعني مش قادر يسلب طوله وفي نوع من أنواع الحزن في قلبه وبين أوي في عينيه رحمة الله عليه. بقى لله، بقى والدوام لله، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ادعوا له متابعينا الكرام بالرحمة والمغفرة. الفنان عمرو عبد الجليل فنان كبير جدا، يعني كان ولا يزال أحد الأركان يعني الرئيسية في عمود الفن المصري. ونشاهد مشاهدينا الكرام اللحظات الأولى لي يعني تلقي العزاء الخاص به. كما ترون يعني حزن شديد في القلب وألم في يظهر في العيون والجسد منهك، الجسد منهك، ادعو له بالرحمة والمغفرة. شقيق الفنان الكبير عمرو عبد الجليل لحظات متابعينا الكرام ويبدأ العزاء، وهذا يعني هؤلاء أول الحاضرين. طبعا I think
زي ما حضراتكم شايفين الفنان الكبير عمرو عبد الجليل يعني من شدة حزنه وألمه لا يستطيع الوقوف، وإذا واقف يعني يقف للحظات ويجلس. ادعو له بالرحمة والمغفرة. متابعينا الكرام، متابعي منصة أبو كبير ميديا، نحن الآن نشهد عزاء المغفور له بإذن الله تعالى مع المستشار هشام عبد الجليل شقيق الفنان الكبير عمرو عبد الجليل، ونسألكم الدعاء. نسألكم الدعاء. حضر إلى مقر العزاء الكائن في مسجد عمر مكرم، حضر الأستاذ الكبير والمغفرة. متابعينا الكرام، المستشار هشام عبد الجليل شقيق الفنان الكبير عمرو عبد الجليل الذي ترونه أمام حضراتكم في هذه اللحظات يعني يتلقى الآن المراسم الخاصة بعزاء شقيقه في مسجد عمر مكرم بمحافظة القاهرة. نتابع مع حضراتكم توافد العديد والعديد من النجوم والعديد من الفنانين والشخصيات العامة. نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل من مسجد عمر مكرم وننقلها لحضراتكم في بث مباشر، وندعو حضراتكم والجميع أن تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاء المستشار هشام عبد الجليل شقيق الفنان الكبير عمرو عبد الجليل، ونتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل أول بأول. تابعونا في منصة أبو كبير ميديا تجدوا ما يسركم، لا تنسوا الدعاء. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم. Thank you.